يا عم نشوف الخيطه دي تعالى. وبعدين؟ ان التجربه القاسيه اللي مرت عليا والعذاب اللي شفته بسبب النساء. انت خايفه مني؟ انا بخوف يا كتكوت. حاسس بنفس شعورك، بس في كلمه احب اقولها لك. احنا صبرنا وشقينا كتير عشان توصل لهنا. صلاح الدين يعاملك كما تعودت ان تعامل العزل من رعيته. تذكر قافلة الحجاج. اعمل ايه؟ سبته ينزل وانا عارف ايه اللي جرالي النهارده. فكرة لطيفة. حلو. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. يلا يا ولاد. والله ما انا عارف يا ابني. طب انا بعمل اللي بيقدرني عليه ربنا. هتعرف كل حاجه بعدين. انا تعبان يا عبدي. انا تعبان يا عبدي. يطمئن مولاي، سيكون لها من الرعايه مثل ما لاختكم الاميره. خلاص حصاره انتعت.